والمستدام للثروات الطبيعيه الهامه التي تتميز بها بلادنا. سيدات الفضلايات والساده الافاضل، ان هذا الحدث يشكل ايضا احدى المحطات المركزيه من اجل اعطاء اوجه البحث المكانه التي يتبوأها والاولويه التي يحظى بها من طرف الحكومه في سياق تطوير وتحديث عالم الفلاحه، اذ تستحضر من خلاله اليات العمل المشتركه لترسيخ العلم والابتكار ومدى اثارها على التنميه. فهذا الحدث يشكل ايضا الصرح الكبير الذي يجمعنا حول انشغالات الزراعه والتغذيه، ويمنح فضاء فعال لدعم السياسات الفلاحيه المواتيه لتعزيز الامن الغذائي الذي ننشده جميعا. في ظل السعي الى تسيير قطاع بصفه علميه وحوكمه مبنيه على الكفاءات والخبرات العلميه، لا بد من التذكير بان القطاع قام بتنظيم 6 ورشات، من بينها الورشه الوطنيه التي انعقدت بالمعهد الوطني للبحث الغابي بمشاركه المديريه العامه للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، من اجل تحسيس وتشجيع اطارات المعاهد تحت وسائل وزاره الفلاحه لانشاء وحدات البحث. استكملت بالمصادقه على مراسيم وزاريه مشتركه تم التوقيع عليها من قبل وزيري القطاع في 12 نوفمبر الماضي. وفي نفس السياق نسعى الى ادماج البحث ضمن المؤسسات الاقتصاديه، كما هو الحال بتنظيم ورشه وطنيه في مجمع الهندسه الريفيه الخاص بهذا المجال. اعتمادا على قرارات المجلس الوزاري المشترك وتعليمات السيد الوزير الاول الذي انعقد في 26 اكتوبر المنصرم، التي نصت على تاسيس هيئات للبحث والتنميه لدى المؤسسات الاقتصاديه، واقامه نظام الشراكه بين تلك المؤسسات وقطاع التعليم العالي من خلال انشاء وحدات مشتركه للبحث. ان وحدات البحث التي تم انشاؤها وتلك التي سيتم تاسيسها مستقبلا والمندرجه في اطار النظام الوطني للبحث العلمي ستكون قابله للتمويل من قبل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، مما يصبح حتما لتهيئتنا البحثيه لمواصله الجهود وتثمين المكتسبات في مجال التطور التكنولوجي، لا سيما في سياق اتفاقيه الاطار التي تم امضاؤها فيما بين القطاعين يوم 15 يوليو 2019.